أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني وتدافع عن مصالحها المشتركة أو المشروعة في العلاقات مع طهران. وقال متحدث باسم وزارة التجارة أن الصين لم تتلقى إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيراني من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. معنا من بروكسل مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث الدكتور رمضان أبو جزر. دكتور رمضان، أهلا وسهلا بك. قمة أوروبية يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي بالتأكيد مشاركة لها أهمية كبرى في ظل الأوضاع الحالية، وهناك بالتأكيد عدد من الملفات، طبعا العلاقة مع روسيا، العلاقة مع تركيا، وبالتأكيد جهود مكافحة وباء كورونا. ما هي أبرز التوجهات برأيك التي تسيطر على المشاركين في هذه القمة؟ تحياتي لك وللمشاهدين. بالفعل هناك ملفات عديدة هامة، جميعها هامة لا تقل أهمية من ملف إلى آخر، بداية من مناقشة قادة أوروبا إلى تطورات كوفيد 19 وآليات توزيع اللقاحات والمشاكل التي تواجهها دول الاتحاد، وأيضا الأخبار الإيجابية القادمة من الغرب أي من واشنطن عن رغبة واضحة ومعلنة لدى الإدارة الأمريكية لاستعادة العلاقات الإيجابية بين ضفتي الأطلنطيك. تصريحات بلينكين هي أعطت أجواء إيجابية لقمة اليوم، بمجرد طلب الرئيس الأمريكي بايدن إلقاء كلمة إلى قادة أوروبا أو التدخل مشاركة قادة أوروبا بكلمة عبر الويب أثارت أجواء إيجابية، ولكنها سلطت الضوء على مستقبل العلاقات الأوروبية في مواجهات مختلفة مثل الملف الإيراني، تركيا، الصين، روسيا. كل هذه الأمور مجتمعة جعلت من هذه القمة أكثر من استثنائية أو أكثر من عادية، أكثر من مهمة. قمة مارس بالنسبة لتركيا هي كانت قمة العقوبات أو قمة تفعيل العقوبات، ولكن التراجعات الكبيرة التي قام بها الرئيس أردوغان واستعداده لإثبات حسن نواياه، رغم أن القمة الأوروبية لم توفر له هذه الأرضية لأنها لا زال الأوروبيون لا يثقون بالوعود التركية، وحسب تقرير مفوض الشؤون الخارجية جوزيف بوريل الذي قالها وكتبها في تقريره للقادة الأوروبيين أننا ننتظر من تركيا أفعال وليس أقوال، لذلك ننتظر في المستقبل القريب أو في المدى القريب أو القريب جدا أو في الثلاث أشهر القادمة من أوروبا إعطاء فرصة لتركيا لإثبات صدق نواياها، ورغم التحفظات اليونانية والقبرصية على هذه الفرصة التي ترفضها اليونان وقبرص. ملف حقوق الإنسان في تركيا حاضر بقوة وغضب شديد. طيب، في البرلمان الأوروبي. بما أننا نتحدث الأوروبي الآن عن تركيا دكتور رمضان، وهناك خياران يعني أبدتهما أوروبا لتركيا، هو إما الانخراط وإبداء حسن النوايا والالتزام بالقرارات الأوروبية أو توقيع العقوبات. الآن ما هي الترجيحات التي يعني يمكن قراءتها في الموقف الأوروبي حيال تركيا خلال هذه القمة، وانضمام أيضا جو بايدن الرئيس الأمريكي، وهذه نقطة مهمة ولافتة، هل سيكون لها تأثير على هذا بلورة هذا القرار الأوروبي حيال تركيا؟ أستاذة جمانة، هذا الموقف بالفعل هو موقف مقترن بعودة الولايات المتحدة للمشهد بشكل يتوافق مع الرؤية الأوروبية، ولذلك هذه فرصة لا تعتبر فرصة ذهبية أعطيت لأردوغان، ولكنها فرصة اللحظات الأخيرة لأردوغان لكي يلتزم بما تم التوافق والتوقيع عليه. الحديث يتم على مقاربة مرحلية قابلة للتراجع من قبل الأوروبيين. أيضا أوروبا لا تريد أن تحسم قرارها وتعفو عن أردوغان لتخسر قبرص واليونان، أو في انتظار موقف أمريكي واضح يتناسب مع الموقف الأوروبي، وأعتقد جازما أننا في الطريق إلى فرض عقوبات مؤلمة على تركيا، لأن تركيا بانسحابها من اتفاقية اسطنبول أغضبت البرلمان الأوروبي، والبرلمان الأوروبي هو جسم التشريع في الاتحاد الأوروبي. البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي انتقد بشدة انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول التي تعطي الحق والحماية للمرأة والأسرة. في نفس الوقت تركيا لا زالت تفتح ملفها للانضمام للاتحاد الأوروبي. هناك خداع، وهناك أعتقد أن جهل بالأمور السياسية والدبلوماسية من قبل التركي في التعامل مع الأوروبيين. في الملف الروسي هناك تقارب أوروبي أمريكي في التعامل، وخاصة مع قضية نافالني. الاختلاف بينهما في عندما يهدد الرئيس الأمريكي باتخاذ عقوبات على خط الغاز نورد ستريم 2، وهذا ما ترفضه ألمانيا وفرنسا ومعظم الدول الأوروبية، ولكن
في العلاقة مع الصين كانت أوروبا ترفض المشاركة، مشاركة الرئيس السابق ترامب في المواجهة المباشرة والمواجهة الاقتصادية مع الصين، ولكنها اليوم هي قريبة من الموقف الأمريكي. هناك موقف أوروبي أمريكي لفرض عقوبات على الصين، وخاصة شجع الأوروبيون موقف الصين المتردي في قضية حقوق الإنسان وجرائم الحرب كما يعتقده، كما يصوره منظمات أوروبية بما يتعلق بمسلمي الإيغور. هناك ملفات كثيرة تتوافق فيها أوروبا مع الولايات المتحدة وهذه الأمريكية. وهذه النقطة التي كنت سأسألك فيها، ولكن في دقيقة لو سمحت لي دكتور رمضان، لم يتبقى الكثير، لأنه يعني هناك كثير من الملفات التي سيتم بحثها، مسألة يعني لقاحات كورونا أو التصدي لأزمة كورونا، هناك بالتأكيد الملف النووي الإيراني دائما ما يكون حاضرا بين هؤلاء الشركاء، ولكن بشكل عام في إطار عام حجم التناغم الآن بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي وتأثير ذلك على مختلف القضايا والملفات، لأن هذا التناغم لم يكن حاضرا في وقت إدارة ترامب. هذا التناغم على عكس ما يتوقعه المتابعون في الشرق الأوسط سوف يكون جاما وسوف يكون صلبا وقاسيا على إيران. سوف أوروبا الآن تأخذ الموقف الأمريكي السابق بدلا من الإدارة الأمريكية الحالية ضد إيران. في أيضا تركيا سوف تدفع أثمانا باهظة إذا ما استمر التنسيق واستمر الغباء التركي في التعامل ببث الأكاذيب. أيضا روسيا تحاول أن تشكل حلفا مع الصين و بعض الدول المتأذية من هذا التقارب أو من العقوبات الأوروبية العقوبات الأوروبية الأمريكية. بالأمس شاهدنا مبادرة صينية لعملية السلام وكأنها تريد أن تناكف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في القضية الأهم في الشرق الأوسط، وهي قضية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. شكرا جزيلا لك من بروكسل، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث الدكتور رمضان أبو جزر.